طابلو. صباح الخير الاولاد. صباح الخير سيدي. صباح الخير سيدي. صباح الخير. حاضرين؟ حاضرين سيدي. حاضرين سيدي. حاضرين سيدي. السؤال الاول خاص بالاباء. السؤال الاول خاص بالاباء. الاباء كهو يجاوبوا. فكره هابكم تجاوبوا. كان الاباء الصغار تسكت والامهات تسكت. وقتاش باش يكون كاس العالم الجاي وين؟ وقتاش باش يكون كاس العالم الجاي وين؟ ما ها إجابة غلطة. ما هي ما زلت نقول لك استنى. هاي نعرفش نعرف كيلو متاع قطر 2008. سعدي ما ليش بشي نجاوب. زياد ما ليش مجاوب. السؤال الحل متاعه هو الآتي. روسيا 2018. صح ديك صح. السؤال الثاني خاص بالأمهات. فقدت الأمهات. زياد السعدي حضروا روحكم. في أي سن يتبدل أول ريجيم متاع ماكلة للصغار؟ 3 شهور، 6 شهور، 4 شهور. السعدي ما نعرفش. أنا مقاطف معاك. أو السعدي كتب لي مقاطف. زياد أو كتب لي. أنا مقاطف معاك. مقاطف يا رسول الله. كتبت أنا متعاطف معاك ويريتني مكتب. سكيت يعني سكت. ما هي هو حسب الطب 16، وحسب الأمهات حسب المماويت والأمهات 4 شهور. 6 شهور حسب الطب. يعطيك الصحة. ما هي إجابتك صحيحة. حسبه بيه إجابتك صحيحة. السؤال الأخير خاص بالأطفال. أحدد مركب الجر في الجملة. عاد الأب مساء من العمل وتمدد على الأريكة ليرتاح. عاد الأب مساء من العمل وتمدد على الأريكة ليرتاح. سعدي مانيش مجاوب. سيدي زياد مانيش مجاوب. مها يا سيدي شد عندك. عندك حروف الجر من إلى عن على في بي ليك. عنا لهنا 3 حروف. عنا مينا على لي. صحيت مها. نبدلك بالأعراب الكل. لا 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 صحيت مها. مها إجابة صحيحة. من العمل على الأريكة ليرتاح. يعطيكم الصحة. كانت هذه أو طابلو. برافو.